صباح الورد، صباح الفل والياسمين، ان شاء الله نهاركم من اسعد الايامات يا ربي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم مع بعضنا فيديو روتين، ان شاء الله يا ربي يعجبكم. يمكن عندي برشا ما هبط لكمش روتين في الدار وحوسه الدار. البارح حبيت ان نبدل معاكم شويه كتغيير في القناه. الحمد لله انه الفيديو يعجبكم، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وبقدرة ربي نعملكم فيديو مرة في الجمعة كما قالت اخت معانا، قالت لي سيرين اعمل مرة في الجمعة كتغيير، نعملوا تحدي ولا فيديو متاع كما هيك، يعني مثال هيك عقاب ولا حاجة ولا مثال. عملت معاكم زادة قبل الفيديو متاع تذوق اني ونادي اختي، زادة لازم نطلع وشني الحاجة هذيك، تونا عاودها معاكم في القناة خاطر وقتها عجبني على الاخر الفيديو. وتونا عملوا برشا برشا حاجات وبرشا افكار، ان شاء الله مرة في الجمعة نعملوا فيديو كما هيك. الحمد لله اني فرحانة انه هو عجبكم. الكومنتات الاخرين اللي قالوا لي مش باهين وروتين خير هما نفسهم. شوفوا فما تعليقات جاوني قالوا لي فما شكون قالت لي ملا تفاهة، يعني ملا تفاهة، بقيت ما العقول على قدها. كان عملت لنا فيديو روتين خير، دخلت للاسم، هو كي تنزل على الاسم تلقى شنو كتبت لك تعليقات في القناة، لقيتها نفسها كتبتني اخي كل يوم تنظيف وروتين وقضيت دارة ما نوع شوية. مانيش عارفه بالحق، ركزوا روحكم شويه، اما نخليو روتينات يا اما نخلي يا اما نعملوا هيك تحديات، ما عرفتش والله لا عرفت الناس شنو اللي يرضاها. اما بالحق الواحد لازم يقتنع انه رضاء الناس غايه لا تدرك بالحق والله العظيم. اما نوعدكم خاطر اني المتابعين متاعي نعرفهم شكون ونعرفهم من التعليقات، يعني حافظه الاسامي. مادام ما عجبكم الفيديو متاع امس مرة في الجمعة نعملكم فيديو من نوعي هذيك. واليوم خلينا في الفيديو متاع اليوم، عنا روتين وعنا نهار كبير اليوم، نهار العولة، عولة الفلفل. الحمد لله اليوم بالسهر ربي وخذي لي شكري خاطر اليوم نهار راحته، ويحب منعرش رجلي يحب على الاخر حوسة الفلفل. عنا هذا العام الثاني عملناه، واللي عملناه اني هو اكا هو وحدنا، وسني حماتي كفرات الكونتيتي كبيرة، معنا شريت كمية كبيرة، طلعت قالت لي سيدي خلني نعمل معاكم ما كانش راكم ما تكملوش. اما عملناه واللي عملنا زادا وحدنا، وسني الحقيقة كان مش حماتي رانا كمان على نهارين، ربي يعطاها الصحة وربي يخليها لنا ان شاء الله يا ربي. عاونتنا بالحق، عاونتنا على الاخر تتسمى، وكملنا على بكري. جابولي جاب الفلفل ممكن مع الماضي ثلاثة بعد ما حضرت القهاوي وفطرنا وشبعنا قاعد حصيل. مع الماضي ثلاثة كيك قال لي خلينا نمشيو نجيبو الفلفل نعملو عليها عشوية، جابولي عقاب العشية حصيله. والحمد لله الحمد لله كملناه بعد صلاة المغرب، ما قعدناش فيه برشا كما قلت لكم خاطر معانا حماتي ربي فضلها. لهني كما شفتوا اني حضرت التراس، صيقته وركحته على اساس باش يجيب الفلفل يحطه في التراس. يا اخي حطوه لي لهني في البلكونه ضيا على خاطر شكاره تشوفوا كيفاش دخلها. بصراحه عذاب كي يبدا الواحد يسكن فوق باش يجيب حاجه رزينه، عذاب في كل شيء. اخي بحاجه الواحد كيف يعيش الفوق في انك كيف تلوح الموبيل حاشاكم، ومثال باش تبد حاجه دبوست كاز ولا فلفل. ايش سلميش يسل عمل الخيط شكري، ويطلعوا في الفلفل بالحبل احسن في السكره الفوق. في الحاجه كيما هذه مش باهي كي تبدا باش تهز حاجه رزينه، يعني باش نحطو لهنيك قال لي اقرب لي يعني خير ما يقعد يدخل على التراس. يجي يا سلمى هاتي ذكاب ان شاء الله يطلع به على الفلفل. هو احلام ان شاء الله تحسوا ما فيش شكاير. قداش الكيلو شكري؟
غديت سمك، غديت حمادي بحد الشمية. هذه أكبر كرك صغيرة ما خليتها ليسا. تعمل نصفها تبارك الله. كو انا حاطين لي نيكا بحذا البيب بحذا البيب باش النجم يبدا على يدينا خير، معناها نهز منه نحط من شن لهني هيك باش نعملو على خاطر، وان شاء الله يا ربي نكملوا بكري. وكهو شكري معايا جاب ربي، مش مانيش وحدي. وهكايا عملناه للهريسه، معناها خليته من بعد نحلو، وهذه باش نفرشها باش نعمل فيها الفلفل. نمد نحضر اول حاجه، قلت خلينا نحضرها الساعه نعمل براد تاي لشكري، يحب التاي ويحب القهوه برا. قلت خلي المره هذه نعمله تاي، مك عندي برشا برشا ما طيبتوش. وشكري من نوعيه انه يحب، يعني كي يبدا قاعد في الدار يحب حاجه هيك يبدا يشربها، تاي قهوه، نعمل حاجه حلوه وكل الحصيله. المره هذه قلت انا براد تاي نشربه منه كيف نقلقه، وعرفته يونس مع قهوه عربي ولا قهوه هيك حليب، وكل كل واحد شنو يحب. شكري يحب التاي، اني نحب القهوه نسكافيه، حمادي تحب تاي اخضر ولا قهوه. حصيله هنا هيك باش نعديو بهم الوقت. وجيت تو البيت لقعد فرشت هذه، باش تقولوا لي علاش تعمل في بيت لقعد ومضارب وكل، على خاطر كما قلت لكم خدينا الفلفل ممكن مع الماضي ثلاثة الدنيا قايله والشمس تقلي اصلا جهه التراس. الشمس ما نحكي لكمش اصلا ما تتقعدش، يعني لازم نقعد من جهه منا خاطر ما فماش شمس. هكا وليت فرشتك عندي طرف نتاع قماش كفرش قديم، هو ما عادش نفرش فيه، نفرشه ساعه نهزه معايا ساعات للصوة ولا حصله هكاك ما منش قاعده نستعمل فيه. قلت برا نخصه هكا كان عندي حوسه ولا حاجه هون نفرشه. وباش نقعد وغادي واني منه ولا منه بيت لقعد نويت لها باش نحكها وباش نحي الغلافات نتاع الجريري، يعني نويت لها تنظيفها باهيه. قلت ميسيرش خلي نقعد لين هيك في البرود حتى كي تبرد علينا الدنيا انا نحلو الكليماتيزور. وقعد بديت اني نحضر في الفلفل يعني وكل في بالي كيما عم ناول، كنت تفرجوا في عم ناول اني خديت ناحيه القعامر كيما نقولوا، شكري خذي القصان. بديت قلت خلي نحي القام، من بعد كي جات حماتي ولا شكري خذيه هو اللي ينحي فيك الاقل شنو تقولوا لها قام، احنا نقولوا لها قاموره ولا نتاع الفلفل هذيك. انا هاني نمسح فيه شويه شويه، معناه هو ما شاء الله نظيف نظيف يهبل، ما في العاده كي يبدا هيك مسخ شويه الفلفل نمسحه بالمبلول شيقه مبلوله ومن بعد نمسحه بالشايح. الحقيقه المره هذه ما شاء الله ممكن خاطر صابت المطر اللي مات اللي فاتت خصلت الفلفل هذاك، علاش شديت منديله هيك مبلوله طريف وقاعده نمسح به. وهنا من بعد قلت يعني نعاود له مسحه اخرى بالشايح هذيك خاطر مبلوله شويه المنديله، انا نمسح فيه هيك شويه بطبيعه ما نحبش ندخله المي برشا. ومن بعد نعاود له بالشايح. من بعد جات حماتي قالت لي سيرين راه ما يستحقش مسحان جمله نظيف يهبل، وقالت لي من بعد ما يشيح راه اصلا هو باش يتعرض للهواء ويتعرض للغبابر كي هو منشور. قالت لي نفس الحكايه وخساره تعب ووقت. قالت لي بعد ما يشيح الفلفل راني ننظفه بالباهي ونغربله وينظاف ما تقعد فيه حتى شيء. قالت لي ما تستحقش اصلا، فما شكون حتى يغسله بعد ما يشيح يتغسل الفلفل ويعاودوا ينشروه يتنحى منه كل غبره الكل ويعاودوا يغسلوه يتغسله من بعد يعاود يشيح وبعد يهزوه للرحال. كل واحد وطريقته باش ينحي منه كل غبابر، خاطر منه ولا منه هو باش يتعرض للغبابر كي باش تنشروه لبرا برشا غبابر وبرشا عجاج وكل. قالت لي ما غير ما تخسر الوقت وتقعد تمسح فيه. وليت خديت بكلامها، هي تعمل هكاك يعني في العاده، ومن بعد ما يشيح تنظفه وتغسله وتركحه بالباهي ما تقعد فيه حتى شيء.
اولاني كان يقول نقول خليني نمسح ونحي منه كل وسخ، تقولي لا لا راهو نظيف ما في حتى شيء هو يشعل شيء. قلت برا مسياج خلينا نربح الوقت وبعد ما يشي حتى وهي تركحولي. قولوا لي طب عملتوا عولتكم ولا؟ فما برشا يعملوا الهروس، فما شكون تعمل الهريسة العربي، ما تعملش فلفل احمر. ما شاء الله احنا رانا ما يعني قليل اللي نتشابه شوية في العولة، خاطرين نشوف برشا ناس تعمل برشا عولات توا، فما التاب الهروس نعش الفلفل هضايا هكا، فما شكون تشيحوا وتهرسوا هكا يعني يجي غليظ شوية مش غبرة كما نعملوها احنا. كل واحد يعني نختلفوا شوية في العادات. احنا لان هيك نعملوا نشريه الفلفل هذا ونشيحوه، ومن بعد يتهز للرحاي يترحي غبرة كما الفارينة، ومن بعد يعني الفلفل هكايكي بعد ما يترحي نبسوه شوية بالزيت. فما لي بسوه شوية كما نعملوا احنا، وفما شكون تحط له الزيت برشا كما تعمل البسيسة بالضبط، يبدأ شكل فلفل احمر تقوش عليه بسيسة. حسلو كل واحد وكيفاش يعمل. حصلوا قعدنا هكاك نتعاون، واني اني خديت ملول شويه هكا نحيله في القاعه، من بعد جي شكري كمل هو الكل حقيقه، واني وحماتي احنا اللي قصينا معنا الفلفل. ها تعجبني القص، يفرشوا تاع خش خش، والسكينه هي هذيك. نخاف عليها من المطر، النهار اللي تقضي وجه يمنع وبعد شي يتسخن ما يسالش. دوم جاها في مثبتة باربعين ألف قلبة بعشرين بخمسة وعشرين قلبة قداش فيها؟ بخمسة وستين ألف لقيت سبعة كيلو. حتى تمشي للسوق تلقاه والله ما نتفكرش فلفل احمر شايح شايح وملحي شايح. بلكش فلفل قرون يا ابني؟ ايه فلفل قرون يبيع فيه بيع والله شايح. في اخر بخلاف الواحد فلفل وكهو نكملوا نفس الطريقة. حصلوا على فرد جنب لازمنا نكملوا نحضروا. ما شاء الله شكري خذالي، انا قلت له خذ لي 60 كيلو، 30 40 نعمله 40 كيلو نعملهم فلفل احمر، و30 و20 نعملهم هريسة. مشي جاب لي حصيله قلدش قالي 84 كيلو ما شاء الله. وليت يمكن حسب التقريب حطيت 20 كيلو هكاك، ما بين 20 و30 هكاك للهريسة، والباقي الكل عملته فلفل احمر. قلت ميسالش حتى يقعد لي العام الجاي، نخليه العام الجاي ونشري اخر ولا نزيد معناها شوية وبرا عام الجاي تنزيد شوية مع حماتي وكهو، اما غير ما نقعد نشري خاص لي معناها العولة. حماتي عملت الفلفل من اول الصيف، على خاطر كل ما تعمل فلفل يخلط عليها المطر وهي معناها تخاف بالحاجة هذيك. خذيت عندها برشا الفلفل وشحلها في نهارين، حصيله عملته في نهارين ما شاء الله. يعني حبيت خاطر نوخر شوية هيك الوقت، ما حبيتش حقيقة نشري أول الصيف، قلت خلي كل ما يزيد يقرب للخريف كل ما الفلفل يولي حر ومستحمر أكثر. أصلا حتى حماتي قالت لي ما شاء الله أحمر حمورية تهبل، حتى في الماكلة يحمر لي الماكلة بالباهي، معناه ما غير ما نقعد نحط حتى زوز ولا ثلاثة مغارف، حتى مغرفة ولا نص مغرفة تحمر لي الماكلة، وأني الحقيقة ما نحبش الماكلة البيضة راني هكا. علاش ما شاء الله مستحمر وحر على الاخر، يعني حمورية زادة من بعد طيبت بيه. يعني راني أني كل ما نشريه فلفل لازم باش نطيب بيه صوص، ويعني لازم باش نقلي منه ناكله منه زادة حر. وعرفتوا شوفوا للي معناه ما يعرفش شريان الفلفل، مثال تبدا عروسة ولا حاجة، ديما ماذا بيك تاخذ فلفل يكون ماهوش شكل جديد. يعني هذوما النصايح اللي خديتهم من حماتي وما
لازم ما يكونش جديد يقربع، لازم يكون لايث شوية، على قد ما يكون لايث شوية على قد ما نحيلك كمية أكثر وفي ما يشيحلك. هذه حاجة. وثاني حاجة لازم تختار الفلفل بالباهي، ما يكونش فيه برشا عادم، خاطر ساعات راه فما غشاشة ويغشوا وتلقى الفلفل عادم أكثر من الفلفل الصحيح. وثالث حاجة، كي تحب الفلفل يبذلك وينحيلك كمية باهية، كي يكون جويد، كل ما يكون الفلفل جويد كل ما الكمية تطلع لكم أكثر، خاطر ما يهزش في الميزان الفلفل الجويد، ما يهزش في الميزان. والفلفل يبدأ غليظ ويعني خشين وكل ياخو في الميزان وما ينحيلكش برشا كمية معناها في بعد الفلفل الأحمر. هذوما النصايح اللي خديتهم. وكل ما يقرب الخريف يكون مستحمر الفلفل ويكون حر أكثر من أول الصيف. حصيلو أني هذه ثاني عام لبنات نعمل عولتي، عملت وقبلها لحقيقة مع حماتي، يعني هي تشري الفلفل وناخو منها عولتي. أصل كانت عيلتي صغيرة ما تستحقش عولة كبيرة، تو ما شاء الله خطر ولات تم عندي عيلة. حتى لو كانوا ما يأكلوش برشا فلفل، أما مش كيف لازم نعول وحدي. وحبيتك ومن عم ناول حصيل ومن عم ناول بديت نعول في الكسكسي ونعول في الفلفل الأحمر، ونحب عولتي في الدار، منحبش روحي تنقص لي، منحبش شكل أعطيني، وكل نحب كداري بالعولة. وكل ما تكون الدار هيك ما شاء الله فيها يعني خيرات ربي، كل ما تبدأ خير تحسها وتحس فيها بركة وتبدأ فيها ما شاء الله، معنى تبدأ فيها خيرات ربي. عرفتك الكسكسي والفلفل والهريسة والبسيسة وكل ما تحتاج، تحس روحك ما تحتاجش برشا حاجات من البرة، يعني هاللي تحيل تلقى كيفاش، تلقاك الهريسة عندك، تلقاك الكسكسي عولة عندك، تلقاك البسيسة عندك، هيك على قد ما كنتش نهتم بالعولة والحاجات هذوما، على قد ما وليت نحب العولة ونحب حاجتي في الدار ونحب تراكني كما قلت لكم مليانين. وكهو صحة البدن هي الكل. هني فرشتك الأدياس خصيص نحماتي تعملها للفلفل، باش كان فما غبرة ولا حجرة ولا حاجة ما تتهزش معاه. لاني حبيت ان نطيب العشي نرتاح عليه، وبعد عرفتو كل من كي نتعب ما عادش نجم نقوم. حبيت نعمل كما قلت لكم هذوما قرون فلفل، احنا نقول لهم قرون فلفل يعني ولا مقلي ولا حاصيله، باش نعملهم كيما يحبهم شكري اللي ما يحبهاش. يعني الماكله ذي بالذات يقول لي خبز ومي ولا خبز وزيت، اعطيني خبز وزيت وما غير ما طيبها لي يعني الماكله هذه. اما اني اكتشفت وعملت له بطريقه اخرى ولات تعجبه. احنا الفلفل المقلي معناه نعملوه بالطماطم مكعب، طماطم مكعب تتقلى ونحطوا فيه شوية يعني طماطم معجونة، ومن بعد نحطوا لها لفايح ونرجعوا كل فلفل. حاسيلو شو عملت، وليت نعملها بطماطم المرحية، قلت عليها باش نطيب كسكسي ولا حاجة. عرفتوا انها اللي نطيب كسكسي نعمل لك الفلفل ونرجعوا للمرقة، كل السوسة كاي اللي يطلع في السحنة كاي يحبوا شكري. هكاها وليت نعملها له كيما هكاك بالضبط، قلت عليها باش نطيب مقارونة وباش نطيب صوص مقارونة ولا حاجة بطماطم المرحية. قصيت سلطة وقليت الفلفل، لاني نستنى في سالم شي ياخذ لي في حكة طماطم، هذاك علاش قصيت على السوس. وعندي شوية معون كملت غسلته، يقعد لي كل معون اللي قاعدين نعملوا فيه في الفلفل العولة. يعني باش نصب كيس تاي لي منعش حصيله شهواني في التاي، واني راني تاي الأحمر ما نقربوش وما نحبوش جملة، اما قلت برا خليني هيك نتونس معهم حطيني بالكيس التاي متاعي. كما قلت لكم باش نطيبها على طريقة شكري. العظم يحبوا مقلي وحده، ميحبوش يعني ميحبوش في وسط السوس. اني في العادة كما قلت لكم نعمل بالطماطم وفي الاخر نعمل العظم، يحب العظم مقلي.
والصوص يحبها بالطماطم المعجونة، هي بصراحة تجي أبن من الطماطم الكعب. نعرفش الطماطم الكعب اللي بيشتعل تبدأ فيها قرصية شوية. حاصل وطيبتها على كما الطريقة اللي يحبها هو، نحط نقلي الفلفل ونحط الطماطم وقصيت الثوم، أسهل ما غير ما نقعد نهرس في الثوم ونخليها تتقلى مليح. لو كل ما تتقلى الطماطم مليح تقليها يعني بالباهي ما تجيكمش قارصة، الماكلة ما تجيكمش قارصة، على كل ما تبدأ مقلية كل ما تبدأ يعني القرصية فيها ناقصة برشا. وحطيت العظم كما شفتوا يتقلى وحده. من بعد ما تقليت الطماطم وحطيت لها المي، مرقتها بالمي، حطيت لها الفايح، اني نحط لها ملح ونحط لها كروية، كروية اكها وما نحطوش فيها التابل اللي احنا الصوص، كل واحد وكشي طيبه. اما اني تعجبني الحقيقة بالكروية، ابن كروية صافي. ريتو فلفل بعد الرجع وكها، ولي نحط فيها فلفل احمر لا حتى شيء، تاخو غلوة وكل الفلفل كي يذبل شوية وبعد نسكر عليها. هني كهو طابت باش نحط السحنة. حصلوا عرفتوا متشوقين هيك باش ندشنوهم القرون فلفل برغم انه احنا لا نفطرنا وشينا جبر بيخدينا ماكله من برا. بصراحه ما تلهيتش اني باش نطيب الفطور وكل، خدينا ماكله من برا فطرنا، وهذه يعني منه عشيه منه تطيب عشيه باش نرتاح عليه، ومنه خلينا قلنا هيك ندشنو الفلفل ونشوفوه كيف انه يطلع بنين ولا. او هاني مني اني بعد نتلهي نخمل الدار وما نقعدش داخله الكوجينه. وكاو هذيك سليطه قصيده وفوحتها بالخل والملح والفلفل الاكحل وكل. والله يا فطورنا الصيفي بعد ما في الصيف عملته، وني الفطور هذايا صيف كامل يمكن ما عملتوش. كما قلت لكم ما نخيروا حاجات اخرين على المقلي يعني. لهني بعد ما كملنا ما نحكي لكم مش على الحوسه اللي في البيت ما هيش عاديه وفك البركون. اما الحمد لله المهم كملنا، وكما شفتوا الدنيا ظلمه وما ارتحناش معنا. دوما ما كملنا ديريكت بديت نخمل، واني اي واحده فينا نتصور مستحيل نجم تقعد ولا ترتاح في وسط الحوسه هذه. ملول قلت خلي نلم وتو غدوه نصيق بالباهي على الضو وكل. من بعد شيء والله لأن نجمت، قلت خلي نكمل ننظمها ونرتاح عليه وغدوه يعني نفيق على راحتي. هذاك فلفل كان شفتوه باش نكمل نحطه للهريسه، حمادي قطيره وبرشه فلفل احمر. ما تعملوش الكل، كل ما يبدا جديد كل ما يبدا خير. اكا وليت خليته وقلت نعمل بيه هريسه احسن، ذاك علاش خلينا منه برشا وحطيته للهريسة. اللي يحب يعرف السوم اللي خديت بيه الفلفل، خاطر برشا راهو يحبوا يعرفوا ب 1300، يتم غالي راهو. حميتي اول ما خديته وحديته ب 1100، وفما شكون يبيع فيه ب 1200 واحنا خديناه ب 1300. اما بصراحه عجبني يعني، ناخذ حاجه اغلى شويه وتبدا هيك كما شفتوا، صدقوني ولا قرن فلفل عادم ولا قرن، يمكن معناه هيك قرن في شي طرف نحينيها كهو، ولا قرن فلفل في عاد. ما شاء الله والله ما شاء الله، ومستحمر كما شفتوه وجويد الحقيقة عجبني متاع السنية، عجبني على الاخر. كهو كملت لميت كل شيء، شوف القرونة كاي شكري هزو بجي يلوحوا. شن كامل اني نظف البيت ونحكها بالباهي. عرفتي لو بلي طامو كان هيك كملت كملت صيقت وحكيت الحقيقه وحدي، خاطر كما شفتوا لابسه روبه وما نجمش روحي مع التصوير وحكيت وكل ما نجمش روحي، خاطر حكيتها بالباهي باللومو والجافير كما تعرفوا. المهم ريحه الفلفل ما قعدتش، وصيقت يعني نظفت البورتفينيتر عملت لها تنظيفه باهيه بتلقى عادي، نظفت الحيوط وكل شيء. ريحتها ملي كانت كهريسه ولات ريحه نظافه. تو باش نحي الغلافات نتاع جريري ونركب الغلافات الجدد، بطبيعه ما نجموش نقعدوا عليهم هذوما بالهريسه وكل. باش نركب هذا بجرب ربي عندي يعني ما نبدل. حطيت
حطيت باش نلبسها هدومه. وبالنسبه للفلفل مادام الدنيا بير الدنيا سخونه شويه في ساعه ان شاء الله بقدره ربي تفتوي يكمل ونصوره لكم بعد معناها ما قصيناه وشيح وتو كل يوم نوريه لكم كيفاش يعني وكيفاش نعرفوا انه شيح. اللي تحبتوا اللي تعمل عولتها كيفي وتتشجع خاطر برشا قالوا لي التو يستناو فيا وقتاش باش نعمل فلفل الاحمر وباش يتشجعوا معايا ويشوفوا الطريقه برشا برشا برشا. وسامحوني كان وخرت عليكم على خاطر اني فيديو اني عملناه المصوره طريقه الهريسه ومصوره طريقه الفلفل الاحمر اما يظهر لي ما منعرفش كي رجعوا ولا ما رجعوش خاطر فوق ال 200 فيديو ما فماش تو في القناه هذاك علاش ما نعرفش كان موجودين ولا حصلوا. وخرت شويه كما قلت لكم كل ما توخر شويه في شريان الفلفل كل ما يجيكم مستحمر ويكون حر خير هكا علاش ما حبيتش نشري من اللول. كملت فرشت البيت وكملت مسحت البيوت الكل عديت عليهم حصلوا مسحتهم معناها كما شفتوا دخول وخروج وكل قعدت لي كان الكوجينه غسلتك الصواني هكما الكبار وعندي شويه معون باش نغسله وباش نصيق الكوجينه ونكمل نخمل الدنيا الكل وان شاء الله. زاد حطيت الهريسه تنوريها لكم يعني الهريسه ما نعملهاش لا مفوره لا حتى شيء نعملها شيحه في الشمس تعجبني اكثر. زاد تو بالنسبه للهريسه تو نوريها لكم كل يوم كيفاش تتبدل وتليث وان شاء الله تاخذوا فكره وان شاء الله تفهموا يعني الطريقه هي راهو سهله ما فيهم حتى شيء الهريسه والفلفل الاحمر ما فيهم حتى شيء. قولوا لي انتم الهريسه العربي كيفاش تحبوها تحبوها المفوره والا تحبوها الشيحه في الشمس. انا عملناها وعملتها شيحه في الشمس وكل وحتى سنين قلت نعملها هكاك اما انتم زيدوا قولوا لي اما خير بالنسبه لكم المفوره والا الشيحه. هذايا من غدوه الفلفل حبيت ان نوريه لكم مش مشكل هي القاعة نظيفة لو كان تشوفوا في قرون هكا محطوطين على القاعة مش مشكل. هي حمادي قالت لي حطوا ديريكت على القاعة راهو يتقلى فيسع فيسع عرفتوا كل منه لزليز قالت لي راهو والله يتقلى لك فيسع فيسع بعد قالت لي راهو باش ينظاف وما يقعد فيه حد شيء. اماني بصراحة حبيت نفرش هذه الخيشة هذه متاع الفلفل حبيت نفرشها بالرغم انه يعني البلاصة نظيفة وصيقتها قديش من مرة قبل ما نحط الفلفل يعني هو بدي يتبدل شويه خاطر منه غدوه يعني هيك بدي يتكمش شويه في بلاص في هيك في بعضه خاطر ما شاء الله شمس قويه على الاخر ممكن حسب تقريبا 3 ايام ونقول لكم يعني نوريكم كيفاش ننظفوا كيفاش نهزوا للرحاي وكل يعني هيك الهريسه حطيتها تشيح في الشمس ومن بعد تو نعملها مع بعضنا ان شاء الله ايامات اخرين ممكن الجمعه الجايه هيك حاسيلو كل كيف تشيح بالباهي. وانا هيك نكون وصلت بكم لاخر الفيديو ان شاء الله فيديو اليوم عجبكم ونحبكم برشا برشا ناس الكل وعلى خير.